كشف عدد من أسرى داعش المحتجزين لدى وحدات الحماية الكردية بعضا من أسرار واستراتيجيات التنظيم في القتل والإرهاب. وروى أحد الأسرى لأخبار الآن كيف يقوم أفراد التنظيم بتكفير أو إعدام كل من يخالف الرأي ويرفض أوامرهم. في معارك كان الخط الأمامي مهاجرين وإحنا خط خلفي. هم استراتيجيتهم أنه يحطون بالمقدمة المتشددين ما عندهم رحمة. بعدين يحطون خط خلفي مشددين أكثر شيء على الأجانب. ممنوع تتركوا بالساحة المعركة تنقتل فوق العربي في يعني الموضوع هذا أنت نبهتني عليه. في كثير ناس ظلت بساحة المعركة بس الأجانب لا مستحيل. إذا ما استطعت إذا تقدر تحرقه أو تقطع رأسه ويجيبه معك. امتيازات الأمير بالنسبة للنساء، النساء الجميلات وعدد كبير يعني 4 5 6 مو مشكلة، وسيارات وما حد يقدر يعارضه بأمر أبدا، ممنوع حد يعارضه بأمر وعنده مال. قال إن الأمير الأسير لا تقتلون الأسرة أمسكوه طيب وجوه. فمسكنا أسير أول ما جبناه على الأمير ما حكى معاه ولا كلمة، بالمسدس طلق براسه وقتله. كل شيء يعني مو معاهم يعتبرونه كافر، يعني أي إنسان شخص مو مع يصير معاهم يعتبرونه كافر. كل شيء آية بالقرآن واردة عن الكفار أول شيء يسوون يعني يطبقونها أنه هي الآية نازلة علينا إحنا الشعب الحالي أن إحنا مرتدين وإحنا مسلمين والعالم هنا كلها ما بيعدنا كفار. يعني كل شيء واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مسلم، هم يكفرون العالم بشكل عام. أول ما انضميت لهم كنت مقتنع، بس بعد ما شفت فكرهم عرفت أنه الحكي كله كذب، حكيهم دجل كله، وأخذين يعني الدين حجة لهم.